أهلا بكم إلى نشرة المنتصف، نقدمها لكم من مباشرة من قناة الجزائر الدولية. وفيما يلي أبرز العناوين: انطلاق أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، ووزير الخارجية يؤكد أن الجزائر تترجم مساعي الأفارقة لإسماع صوتهم دولياً. الولايات المتحدة تبدي مخاوف من تأثير أعمال العنف على العملية الانتخابية في ليبيا، وتقرير دولي يحذر من بطء وتيرة سحب المرتزقة من البلاد. طهران تتهم الكيان الإسرائيلي بمحاولة تخريب اجتماعات فيينا، وأنباء عن قرب التوصل لاتفاق بين القوى الكبرى وإيران. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. انطلقت اليوم بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وسيبحث المشاركون على مدار 3 أيام في هذه الندوة التي ستعرف مشاركة مسؤولين رفيعين في الاتحاد الإفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من وهران موفد قناة الجزائر الدولية فهم أبو عبد الله. فهم، مرحبا. مساء الخير أو صباح الخير لك زميلتي ولكافة مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن كما تتابعون، نحن الآن متواجدون بعاصمة الغرب الجزائري بوهران لتغطية هذا المنتدى الإفريقي حول السلم والأمن الإفريقيين الذي تحتضنه الجزائر للمرة الثالثة على التوالي. في هذه الأثناء والوزراء أو الوفود والشخصيات سواء التابعة لمجلس السلم والأمن الإفريقي أو كذلك وزراء الخارجية الذين شاركوا في هذا المنتدى، في هذا الأثناء هم مجتمعون في اجتماعات مغلقة للخروج ربما ببيان ختامي أو بآليات حول توحيد الرؤى وتطابق الرؤى الإفريقية. تجدر الإشارة فقط قبل أن أخوض أكثر في تفاصيل هذا الحدث الإفريقي الهام الذي تحتضنه الجزائر، أن الكلمة الافتتاحية للسيد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة كان قد أكد على ضرورة تكثيف الجهود الإفريقية وكذلك ضرورة التعاون والتضامن من أجل دعم ممثلين الدول، ممثلي إفريقيا في كل مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الأممي، وكذلك إعادة إفريقيا إلى واجهة الصراعات أو إلى واجهة المبادرات السلمية من أجل حل الأزمات الإفريقية. في مجمل اليوم الأول، هذا ما كان في مجمل اليوم الأول من منتدى الأمن والسلم الإفريقي الذي تحتضنه الجزائر. ننتظر بين الفينة والأخرى انتهاء الاجتماعات المغلقة للوزراء والشخصيات والوفود الإفريقية المشاركة في المنتدى، ننتظر بين الفينة والأخرى انتهاء هذه الاجتماعات المغلقة وكذلك المجيء إلى هنا إلى هذا المكان للإدلاء ربما بتصريحات حول بيانات ختامية أو حول كل تفاصيل هذا المنتدى الذي تحتضنه الجزائر، أذكر للمرة الثالثة على التوالي، وهي الطبعة الثامنة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن الإفريقي الذي تحتضنه عاصمة الغرب الجزائري وهران. نعم، شكرا لك فهم أبو عبد الله، كنت معنا على المباشر من ولاية وهران. هذا واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن موضوع الندوة الثامنة لمجلس السلم والأمن المنعقدة بالجزائر تترجم مساعي الأفارقة لإسماع صوتهم دولياً. موضوع هذه الندوة يضمن الدعم اللازم للأعضاء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وهو موضوع هام وواضح ويترجم مساعينا لمضاعفة المجهودات لجعل صوت إفريقيا أقوى على المستوى الدولي وللتأكيد على أن مجهوداتها تحظى بالتقدير، كما أن اهتمامها الأول النجاح الاستراتيجي. وفي هذا السياق أنا سعيد بالتنويه أن التزامنا الجماعي بدأ يعطي ثماره.
In this context, I'm delighted to note that our collective engagement has started to bear fruit. كما أكد العمامرة أن الجزائر تعمل على الدفاع بقوة عن مطالب الأفارقة نيابة عن الاتحاد الأفريقي خلال العهدة 2024 و2025 على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة. This is the spirit in which هذه الروح التي تود بلادي الجزائر تقديمها في مجلس الأمن والسلم الإفريقي كواحدة من الأعضاء الممثلين للقارة الإفريقية، وهي الروح التي تعمل الجزائر على المساهمة بها رفقة باقي الأعضاء خلال فترة 2024 و2025 بتنسيق تام مع الأشقاء الأفارقة في المجلس وفي تناسق تام مع نهج الاتحاد الإفريقي. وأيضا في موضوع آخر، أبدت الولايات المتحدة مخاوف حقيقية من تأثير أعمال العنف والمجموعات المسلحة على سير الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم، فيما حذر تقرير دولي من بطء وتيرة عملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد. وسط استمرار وجود المقاتلين الأجانب وخلافات القوى السياسية بشأن القوانين المنظمة للاستحقاقات الرئاسية الليبية، تساؤلات طرحت بالأمم المتحدة على الانتخابات المقررة قبل نهاية الشهر الجاري. الوصول إلى انتخابات رئاسية في ليبيا يعني ليس آخر المسار، ولكن هي وسيلة فقط وليست الغاية في حد ذاتها. الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها أيضاً أبدت مخاوف من تأثير العنف والمجموعات المسلحة على سير الانتخابات. يبدو أنه عدد من الدول التي تريد بقاء الوضع على ما هو عليه ولا تريد لليبيا أن تصل إلى تاريخ الانتخابات، وهي تحاول من خلال نفوذها بالمنطقة وبمجلس الأمن أن تؤثر على مسار هذه الانتخابات التي هي في صالح الليبيين في كل الأحوال. تأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا مرحلة حاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، التي تخيم عليها الخلافات بين الأطراف المتنافسة وكذا التوترات الميدانية المستمرة. وللحديث أكثر عن هذه الندوة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور حسام حمزة. دكتور مرحبا. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسام حمزة، سنعيد ربط الاتصال بعد قليل. يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الروسي سيرجي لافروف في ستوكهولم على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسط تجدد التوتر العسكري عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا. وخلال الاجتماع أبدى بلينكين قلقه من وجود أدلة تشير إلى استعداد روسيا لغزو أوكرانيا، في حين دعا لافروف الغرب إلى التوقف عن سعيه لضم جورجيا وأوكرانيا إلى الناتو. على وقع تبادل الاتهامات ودق طبول الحرب، يبدو أن موسكو وواشنطن باتت على وفاق بأن الدبلوماسية هي المسلك الكفيل باحتواء الأزمة المتصاعدة بينهما بسبب أوكرانيا. أبرز تجليات تغليب لغة الحوار والدبلوماسية جاءت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف، الذي كشف أمس الأربعاء عن قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. وضمن هذا المسعى يأتي اللقاء بين وزيري خارجية البلدين الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم في ستوكهولم في محاولة لتلطيف الأجواء المتشنجة على خلفية تعزيزات عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية وتمهيدا للقمة بين زعيمي البلدين. يدق حلفاء كييف الغربيون منذ أسابيع ناقوس الخطر بسبب تعزيزات جديدة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، ويتوجسون من هجوم وشيك على منطقة دونباس شرق أوكرانيا.
لكن موسكو تنفي الاتهامات الغربية وتتهم النيتو وواشنطن بالسعي لتأجيج التوترات ليس إلا. الحشود العسكرية الروسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا قابلتها كييف المدعومة من الغرب بتعزيزات مماثلة تحسبا لأي مواجهة مسلحة محتملة مع روسيا لثنيها عن ضم دونباس مثل ما فعلت في 2014 مع جزيرة القرم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد بتحذير الغرب من مغبة تخطي ما أسماه الخطوط الحمراء للكريملين فيما يخص إجراء تدريبات عسكرية وتعزيز التسلح في أوكرانيا. تفيد كل المؤشرات على الأرض أن موسم الحرب في الشرق قد حان، لكن الآمال تبقى معلقة على الآلة الدبلوماسية للحؤول دون انطلاقه. عودة إلى أعمال الندوة الثامنة للمقامة في ولاية وهران المتعلقة حول السلم والأمن في إفريقيا، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن هذه الندوة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور حسام حمزة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا بك. بداية دكتور حسام حمزة، هناك العديد من الأزمات الإفريقية خصوصا في منطقة الساحل وفي القرن الإفريقي التي تفرض على مجلس الأمن أو السلم والأمن الإفريقي اليوم إيجاد حلول ملزمة، لكن ما الذي في رأيكم يحول دون تحقيق هذا المسعى؟ الحائل الأول هو حالة التفكك أو بدايات التفكك في الموقف الإفريقي، وهذا في اعتقادي السبب الأول الذي يجعل دائما من الموقف الإفريقي إزاء الأزمات التي تعيشها إفريقيا، سواء كانت هذه الأزمات أمنية أو أزمات من طابع آخر، طابع جيوسياسي أو اختراقات لفواعل أخرى، هو عدم التوحد في المواقف. وبالتالي فإن الضعف الآن الذي تعاني منه إفريقيا، يعني قبل أن نتحدث عن طبيعة المشكلات في حد ذاتها، فإن الضعف هو وليد هذا التشتت وحالة الفرقة التي يعاني منها الموقف الإفريقي في مواجهة أيضا حالات الاختراق. ونحن شاهدنا مؤخرا أن حتى مؤسسة الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي تفككت وانقسمت بصدد الموقف من إعطاء صفة المراقب للكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي. فمثل هذه الأمور هي التي تضعف المؤسسات الإفريقية في الراهن طبعا، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة. طيب دكتور حسام حمزة، لكن ربما هناك إجماع إفريقي على دور محوري تقوم به الجزائر في التعامل مع مختلف الأزمات الإفريقية، إلا أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يصطدم بتدخلات خارجية من في العديد من الأزمات، كيف تفسر هذا؟ تماما، هو الموقف يعني الرائي حاليا في القارة الإفريقية هو موقف الجزائر الذي يدعو إلى استقلالية القرار الإفريقي، خاصة القرار الأمني الذي يدعو أيضا إلى وجوب فك الارتباط مع القوى العالمية التي ظلت تتعامل مع إفريقيا بمنطق المستعمر، الذي يدعو أيضا إلى وجوب توحيد المواقف الإفريقية وإعادة أو إعطاء إفريقيا المكانة والدور التي تستحقها على المستوى العالمي. ولكن في مقابل هذا الدور الرائد الذي تقوم به الجزائر والنشاط الدبلوماسي، خاصة داخل الكثير يعني مع الكثير من العواصم الإفريقية وداخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، هناك قوى أخرى. نعم للأسف. دكتور حسام حمزة، نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف. في موضوع آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران شرعت في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% من خلال أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو الواقعة في محافظة قم جنوب العاصمة طهران. وفي الوقت الذي يخشى فيه المفاوضون الغربيون من أن تحدث إيران حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها في المحادثات، تتهم طهران الكيان الإسرائيلي بمحاولة تخريب محادثات فيينا. بالتزامن مع محادثات إنقاذ الاتفاق النووي في فيينا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحرز تقدما في مسار تخصيب اليورانيوم،
خطوة من شأنها تقويض المحادثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن العودة للامتثال للاتفاق المتعثر. هذا من شأنه أن يدق جرس الإنذار من جديد. الأمر ليس عاديا، إيران بإمكانها فعل ذلك، لكن إذا كان لديك هذا الطموح فعليك بقبول تفتيش، إنه ضروري. بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 20% باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة فوردو. نتيجة لهذا التحرك المفاجئ، تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكثيف عمليات التفتيش في محطة فوردو التي تضم أجهزة الطرد المركزي، لكن التفاصيل بحسب تقرير للوكالة لا تزال بحاجة إلى توضيح. ويخشى المفاوضون الغربيون من أن تخلق إيران حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها في المحادثات المستمرة، رغم اتهامات طهران للكيان الإسرائيلي بإفسادها وتخريبها، وهو ما وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بترويج الأكاذيب عندما قالت إن إيران تعد لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 90%، وهو المستوى اللازم لصنع سلاح نووي، في حين تصر إيران مرارا على التأكيد أن برنامجها النووي موجه لأغراض سلمية. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي أعقب مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي سوه ووك في سيول، قال إن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والتقدم الذي تحرزه في مجال الأسلحة يزعزعان الاستقرار الإقليمي على نحو متزايد، مضيفا أن الدبلوماسية هي أفضل نهج يمكن اتباعه مع بيونغ يانغ. من جهته قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن البيئة الأمنية المتغيرة دفعت البلدين للموافقة على تحديث تخطيط العمليات طويل الأمد. كشف مصدر دبلوماسي لقناة الجزائر الدولية عن زيارة مرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الجزائر اعتبارا من 7 ديسمبر الجاري. وذكر المصدر أن عباس سيبحث خلال الزيارة مستجدات القضية الفلسطينية والاستيطان وانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك. عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم وزيرا جديدا للمالية في تعديل وزاري يأتي في خضم اضطرابات شديدة يشهدها منذ أسابيع اقتصاد البلاد على وقع انهيار متسارع لقيمة العملة الوطنية وارتفاعات حادة في معدلات التضخم. وجاء في مرسوم رئاسي أن الرئيس أردوغان قبل استقالة وزير المالية لطفي إلفان وعين مكانه نور الدين نباتي الذي كان يشغل منصب نائب الوزيرة. وشغل إلفان منصب وزير المالية عاما واحدا فقط، إذ عينه أردوغان في نوفمبر 2020 خلفا لصهره المستقيل براءة البيرق. تتلاحق الأزمة وتزداد حدتها في تركيا بعد الهبوط التاريخي الذي تشهده الليرة، تهاون ربطه محللون اقتصاديون بسوء الإدارة، ما رفع التضخم إلى خانة العشرات ودفع بالاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع، وأفقد الليرة ثلثي قيمتها في 4 سنوات. أردوغان الذي لا يتفق مع التدابير الاقتصادية التقليدية يعتبر أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، ووجه أصابع الاتهام إلى الوزير المستقيل إثر رفضه خفض سعر الفائدة، مما أدى إلى خسارة الليرة التركية 29% من قيمتها في غضون شهر واحد. استقالة وزير الاقتصاد التركي لطفي إلفان فهو خبر صحيح، وتمت قبول استقالته بعد تقديمها قبل يومين، وتم تعيين نور الدين نباتي الذي كان مساعده، كان مساعد وزير الصناعة، يكون وزير الخزينة والمالية، وهو من أشد مناصري أردوغان في موضوع الاقتصاد الإنتاجي ودعم الفائدة المنخفضة. هذا ويمثل رحيل إلفان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ 3 محافظين للبنك المركزي في آخر سنتين. من المتوقع أن نشهد حقبة جديدة
في سياسة الوزارة المالية والخزينة، بالإضافة إلى استمرار سياسة البنك المركزي في تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد الإنتاجي. نعم هنالك أعباء على الليرة التركية، الليرة التركية الآن هي تشهد تذبذب واضح وكبير أمام العملات الأجنبية، ولكن هذه مؤقتة ولن تدوم. في المقابل جدد الرئيس التركي تعهده بالحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض، مؤكدا أن بلاده تعمل وفق استراتيجية نمو تقوم على الاستثمار والتصدير. في موضوع آخر، تتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري المرتقب لتحالف أوبك بلس الذي ينتظر أن يبلور الرد على قرار سحب الاحتياطات الاستراتيجية الذي اتخذته دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، ويتوقع المحللون توقف الكارتل النفطي عن خططه لضخ 400 ألف برميل يوميا جونفي المقبل في ضوء التأثير المحتمل للموجة الجديدة من كورونا. شكل العام 2014 سنة مفصلية في العلاقات بين روسيا والسعودية والولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والذي أدى إلى انهيار أسعار الخام من 114 دولاراً إلى أقل من 27 دولاراً في 2016. هزة شكلت بداية تحالف غير رسمي بين الرياض وموسكو قاد إلى إنشاء مجموعة أوبك بلس المكونة من 23 عضواً قبل أن يتفق التحالف لأول مرة في نوفمبر 2016 على خفض جماعي للإنتاج تحملت معظمه السعودية وروسيا. منذ ذلك الحين نجح التحالف في الحفاظ على استقرار أسعار الخام فوق 50 دولاراً من 2016 إلى 2020، غير أن أسواق النفط ومعها التحالف واجهت أزمة من نوع جديد بدخول العالم في أخطر جائحة صحية تعصف به منذ قرن. في مواجهة الطارئ الجديد، اقترحت السعودية في 5 مارس من نفس العام على حلفائها في أوبك بلس تعميق تخفيضات الإنتاج، غير أن المقترح جوبها برفض روسي، ما فتح الباب أمام أقصى حرب أسعار في تاريخ الصناعة النفطية. 21 أفريل 2020 كان يوماً أسوداً في تاريخ أسواق الخام، إذ هوى سعر خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى له في 21 عاماً، فيما انهارت أسعار الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ. انهيار كان ضربة قاسمة للجميع مع موجة إفلاس غير مسبوقة عصفت بشركة النفط الأمريكية، أضرار دفعت الرئيس السابق دونالد ترامب إلى التوسط بين الرياض وموسكو، أولى بوادر نجاحها دعوة لاجتماع دولي في 9 أفريل 2020 خلص باتفاق على خفض قياسي للإنتاج بمقدار 9,700,000 برميل يومياً. مع تحسن الطلب خلال النصف الثاني من العام الماضي، سرع تحالف أوبك بلس لزيادة ضخ الخام في الأسواق دون أن تواكب الزيادة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا. على مدى أشهر رفض تحالف أوبك بلس طلبات كبار المستهلكين، في مقدمتهم الولايات المتحدة، بضخ المزيد من النفط الخام في وقت زادت أسعار الطاقة عن مستوياتها ما قبل الجائحة. اختتمت بمدينة أوسرد الصحراوية أمس فعاليات المهرجان الدولي للسينما الذي امتد على مدار 4 أيام. الدورة تضمنت عروضاً لعدة أفلام تطرقت للقضية الصحراوية والكفاح الصحراوي برؤية فنية سينمائية، كما تم عرض فيلم المثالي للمخرج الفلسطيني هاني أبو سعد وفيلم الألغام للمخرجين كارلا كالييت وسيباستيان. دورة هذه السنة أراد من خلالها المنظمون إظهار خصوصيات الثقافة الصحراوية وإبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية للشعب الصحراوي، وكذا التجربة الصحراوية في مقاومة الاحتلال المغربي. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.